ولمزيد من التفاصيل حول مساعدة هيئة علماء المسلمين ومنظمة يوم القرى في مخيمات أربيل، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الإعلامي لمنظمة أم القرى دكتور عبد الناصر الفهداوي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، حياكم الله سيدة الكريمة. يا مرحبا يا مرحبا. ما تفاصيل الحملة الأخيرة في مخيم ديبكا غربي أربيل والتي قدمتم فيها منحا مالية للنازحين؟ هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، حيث ارتأت المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية بالدعم المالي والدعم المادي والدعم الإغاثي المختلف لمختلف المخيمات، مخيمات أهلنا النازحين المرمية في أطراف المدن وكذلك التي تبعد عن المدن بمسافات كبيرة. الآن هنالك تقصير كبير باتجاه دعم النازحين، ولذلك ارتأت المنظمة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين لتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية خلال فصل الشتاء. قدمت المنظمة في مخيمات بزيبز، قدمت الأغطية الشتائية وستقدم حملات أخرى متوالية، وكذلك قدمت المنظمة لنازحي جرف الصخر في أطراف العاصمة بغداد من نازحي جرف الصخر وكذلك نازحي شمال بابل. وجاءت هذه الحملة اللي تقدمها المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بتقديم 600 منحة مالية للعائلات الكريمة النازحة في مخيم ديبكا جنوب غرب أربيل. هذا المخيم ومخيمات أخرى في كردستان الآن تشهد ازديادا كبيرا نتيجة لقدوم الكثير من العائلات إلى هذا المخيم، ولذلك تم مضاعفة الأعداد لهذا المخيم لدعم هذا المخيم وبقية المخيمات في أربيل وفي كردستان. دكتور، باعتباركم على احتكاك دائم مع النازحين، كيف تبدو أوضاعهم هناك في موسم الشتاء البارد ومع هطول الأمطار والإهمال الحكومي المستمر لهم؟ حقيقة النازحين في موسم الشتاء تتضاعف مآسيهم، هم باحتياج متواصل إلى الوقود، وقود التدفئة، مع وجود المخيم بأطراف المدن في منطقة في مناطق مفتوحة تأتي برودة الشتاء عليهم قاسية جدا، لا يوجد لهم دعم بالوقود، وقود التدفئة، ولا بوقود الطبخ، يضطرون إلى الذهاب في الأرض الفلات الأرض المفتوحة لكي يبحثوا على بعض المخلفات من أكوام النفايات لكي يأتوا بها، ثم بعد ذلك لكي يطبخوا عليها طعامهم أو يصنعوا منها يعني شيئا من الوقود لكي يستدفئوا به في ليل الشتاء البارد. هم أخبرونا كثير من المخيمات قالوا نلبس كل ما عندنا من الملابس، نتغطى بكل ما عندنا من الأغطية الشتائية، وتمر علينا ليالي الشتاء الباردة بمرارتها بقساوتها لا يمكن أن يتحملها بشر، لكننا مضطرون إلى تحملها ونتحمل كل المآسي التي في موسم الشتاء. لذلك هم يجدون أن هذه الحملات التي تقدمها منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين تلامس احتياجاتهم وتأتي سريعا لإنقاذهم ولتلبية بعض الاحتياجات الضرورية التي يحتاجونها خلال هذا الموسم. على الرغم من قساوة المشهد وقساوة التفصيلات التي يعيشونها وقساوة البرد القارس الشديد، تأتي خطوات الجهات الحكومية المسؤولة لكي تغلق الكثير من المخيمات وتدع الكثير من العائلات مرمية في الشوارع وهي تعاني هذا البرد الشديد وتعاني قلة المال، ولم تهيئ لها الظروف البديلة لكي يعيشوا في مأمن في مسكن أو منطقة آمنة. دكتور، هل لديكم حملات جديدة مستقبلا لإغاثة النازحين في أربيل أو غيرها من المناطق؟ الظرف الجديد الذي جاء على المخيمات، مخيمات النزوح، إغلاق مخيمات الموصل،
في مخيمات الجدعة، مخيمات حمام العليل، ومخيمات أخرى في الموصل، وإغلاق مخيمات كركوك، مخيم يحيى آوى، ومخيم ليلان. مخيم ليلان لوحده كان فيه أكثر من 1300 عائلة. مخيم يحيى آوى فيه 800 عائلة. مخيمات الجدعة فيها أكثر من 4000 عائلة. مخيمات حمام العليل فيها أكثر من 3000 عائلة. نعم. هذه كل العائلات تم رميها في الطرقات، ثم بعد ذلك اضطرت إلى أن تأتي إلى مخيمات النزوح في أربيل وبقية المخيمات الأخرى، ولذلك يعني لابد من زيادة الجهد الإغاثي لكي نغيث أهلنا النازحين الذين تضاعفت أعدادهم في مخيمات أربيل وفي مخيمات أطراف أربيل، وكذلك المخيمات المتبقية في بعض المحافظات الأخرى. دكتور، ما هي المخاطر التي تواجه النازحين بعد تضاعف أعدادهم في ظل وباء كورونا؟ حقيقة الطاقات الاستيعابية لجميع المخيمات طاقات يعني محدودة. خطة العمل التي تضعها المخيمات هي ممكن أن تستوعب المخيم الواحد ممكن أن يستوعب 1000 عائلة، 800 عائلة. هم حقيقة يعني بعض المخيمات يتعاطفون مع احتياجات العائلات النازحة التي تم طردها من المخيمات قسرا وإخراجها قسرا وجاءت إلى هذه المخيمات، فهم مضطرون إلى قبول طلباتهم وقبول إيوائهم. هذه حقيقة يعني فيها نوع من الخطورة، لكن بعض المخيمات حقيقة يتخذون الإجراءات اللازمة لوقاية النازحين، يعني يحدون من حركتهم، وكذلك يتخذون الإجراءات اللازمة من انتقال العدوى، لكن يعني حقيقة المخيمات لم نلمس فيها إصابات لبعض الإجراءات الإدارية التي تتخذها بعض الإدارات في مخيمات الخازر ومخيمات الحركة وكذلك مخيمات غيرك ومخيمات السلامية. يعني هذه لمسنا فيها إجراءات جيدة لتفادي انتقال الوباء بين النازحين. شكرا جزيلا لكم المتحدث الإعلامي لمنظمة أم القرى دكتور عبد الناصر الفهداوي، حدثتنا عبر الهاتف من أربيل.